السلام عليكم، كي دايرين؟ صحيحه ان شاء الله تكونوا بخير، تكون اموركم مزيانه. في هذا الفيديو هنوريكم الوثائق اللي خاص على قبليه الكونكور تاع ايد سوانيونت، وهن نوريكم الفورمولير اللي خاصو يعمر، وهنهضر فيه على شحال من حاجه بالنسبه للكونكور تاع ايد سوانيونت. البنات اللي تيسولوا اش تدير ايد سوانيونت، غنخلي لكم واحد الاي الفوق هنايا، هتبان لكم واحد الاي فيها معلومات اش تدير الايد سوانيونت، لا بالنسبه لي زيباد يعني لي ميزون دو تريت، ولا بالنسبه من تكون خدامه تدير لو في لو كوشي عند الناس ا دوميسيل. في هذا الفيديو راه يكون فيه شرح شحال من حاجه بالنسبه لخدمتها، اش تدير، خاصها تدير، فوالا حاجه واحد القضيه خاصنا نتفاهموا عليها من الديبار. بغيتي تكوني ايد سوانيونت بالنسبه للبنات، تيغسلوا الرجاله تنغسلوا الرجاله، المنطقه الحساسه تنغسلوا ليه، ما يمكنش ما نغسلوش الرجال، تتغسلي الراجل والمراه. باش نكونوا واضحين، ايد سوانيونت كما قلت لكم غنخلي لكم الفيديو تفسر اش تدير، اش تدير الخدمه تاعها، باش نكونوا واضحين من الديبار. الايد سوانيون تتغسل الرجال والنساء، البنات اللي عندهم حساسيه من هذه المساله وتيقولوا حشومه، كي الواحد يدير اللي بغى. المهم انا اللي عليا قلت لكم راه تتسمى دي سوان ايجيان، يعني راه تيدخلوا في نطاق العمل، راه هذاك لاكت اللي تديريه ملي تبغي تغسلي لهذاك السيد المريض، هذاك السيد اللي مكرفص، راه اكت ميديكال، راه تديري دي سوان، راه كي تتغسلي ليه ما تقدريش تخليه حالته خانزه كما تنقولوا حشاكم، يعني باش نكونوا واضحين. كنتي ما قاداش ديري هذا الشيء ما تدفعيش للكونكور، لان اصلا في الكونكور راه تحط عندك واحد الشيك تدفعيه مع فيه 70 اورو، يعني لي فخي خاصك تدفعي 70 اورو. كنتي عارفه بانك هذا الشيء ما تقديش ديريه، وهذه المساله اللي قلتها لكم راه يقولوها لكم في فورماسيون، وهيكون في البراتيك في لي زيباد ولا في لي زوبيتو، في المستشفيات تنغسلوا الناس الكبار. وفي هاد الفورماسيون تاع ايتسوايون فيهم لي موديول، نفس الموديول اللي كانوا قدام، غيكونوا 8 لي موديول، كل موديول تكون فيه المدرسه وتكون فيه لي ستاج. المهم هنوريكم الوثائق ونوريكم سميتو شحال من حاجه، هنقلب الكاميرا وهنفسر لكم باش يكون الفيديو مقاد مزيان وبريسي. وبيان سور عندكم شي سؤال ولا شي حاجه دخلوا عندي انستغرام، راني نجاوب عليكم بكل فرح وسرور. وخا انا القناه تاعي راه فيها معلومات تاع فرنسا وداك الشيء، راه فيها فيها فيديوهات اخرى تاع الشعر وداك الشيء. البنات اللي تتفرجوا فيا في غير في هاد الفيديوهات وداك الشيء تنعطي الافاده بيان سور على راسي وعينيا، حاولوا تفرجوا ليا في الفيديوهات الاخرين، الله يكبر بيكم، الله يعطيكم الخير، وتوكلتوا على الله. غنقلب الكاميرا وهنشرح ليكم الحباب البنات والاخوان، لان حتى الاخوان يقدوا يديروا لا فورماسيون تاع ايد سوانيونت، راهم مطلوبين. الكريتير انت يا حبيبتي ولا انت اخويا اللي بتدفع لهاد الفورماسيون، من الضرورة يعني خاص يكون ضروري تكون تصبر لهذاك الشخص اللي نتايا باغي تقابله وباغي تخدم على وده، يعني هذاك السيد الكبير ولا ديك السيده الكبيره ولا ديك السيده المريضه، ضروري يكون عندك واحد الخاطر كما تنقولوا، ضروري يكون عندك هذاك ليسبري تاع ليكيب. هذا الشيء راه طالبينه وتيقولوه في ما بين الوثائق، يعني خاصك تقرا هذا الشيء باش تعرف اش تيتسناو منك على قبل لا فورماسيون. لا فورماسيون تتخلصها الدوله ونتايا مخلص في لا فورماسيون. تنهضر لكم بالنسبه لهاد سيليكسيون تاع هاد العام اللي ما فيهاش ليكري وما فيهاش لوغال، يعني ما كاينش الكونكور، كاين غير سيليكسيون. بالنسبه تكون عندك شي شويه تاع البي سي، يعني تكون تمانيبولي البي سي وتكون تعرف سميتو تدير بحال كدا شي تستعمل الكمبيوتر وهداك الشيء، يعني تيكونوا باغين الناس اللي تيخدموا شي شويه في هذا الشيء تاع البي سي يكون يعرف شي شويه، ماشي بالضروره تكون واعر، المهم غير تو ميتريز ان تي بو فوالا. تكون تهضر بالفرنسي، هذاك الشخص اللي هتقابلو تكون تفهم الفرنسي، تكون تواصل معاه، على الاقل يكون عندك واحد سي ان، نيفو سي ان. البنات اللي ما عندهمش نيفو سي ان ولا الدراري راه ما يتقابلوش، باش نكونوا واضحين بلا ما تضيعوا فلوسكم،
كما قلت لكم الفورماسيون راه غتخلص عليكم سميتو الدوله اللي هتخلصها لو كونساي جينيرال ولا يخلص لا فورماسيون. هنايا احباباتي هذا شوفوا هنايا الكونديدا هي هذيك دو دووا كومون في هاد الفورمولير اللي خاصو يتعمر هاد تقولوا نتوما اش عندكم اش عندكم واش خدامين ولا اش عندكم باك ولا اش عندكم يعني عاد ضروري ضروري تبينوا لهم اش عندكم في سميتو واش عندكم شي ديبلوم. عندك شي ديبلوم عتحطو عندك شي سميتو شي حاجه خاصك ضروري تبينها هنايا عتعمر الفوتغ سيتوياسيون بيرسونيل الوضعيه تاعك يعني سيفيليتي واش انت راجل ولا مراه نوم دو نيسونس يعني سميتك نهار الزياده بالنسبه للبنات لانهم تكونوا عندهم لو نوم تاع جون في وابخي تيتزوجوا وتتبدل هذاك لو نوم تكون عندهم جوج الاسماء لو نوم دو جون في يادك والاسم والعنوان والنيميرو تيليفون ولادريس ايميل والبورتابل وليو دو نيسونس تتعمرها والديبارتمون تتعمرها واش عندك طوموبيل ولا ما عندكش طوموبيل واش شحال من حاجه هادشي كله اللي كاتبينه هنا خاصك تعمرو واش انت خدام اش تدير والسالاري واش عندك سي دي دي ولا عندك سي دي اي. بالنسبه للناس اللي خدامين خاصهم يحطوا اتيستاسيون دو ترافاي بالنسبه الناس اللي مسجلين في بولون بلوا لو نيميرو ديدونتيفيون خاصهم يقيدوا شحال تيتخلصوا لا فان دو دووا بالنسبه لبولون بلوا اللي مسجلين في البولون بلوا. المهم هاد المعلومات كلها اللي حطيت لكم خاصكم تعمروها بطريقه مزيانه. بالنسبه للفورمولير احباباتي والاخوان الفورمولير فيه دوسي دانسكريبسيون فيه خمسه لي باج عاد امبريميهم من لو سيت تاع لا فورماسيون تاع ايد سوانيونت تدخلوا سميتو لو سيت تاعهم تجبدوا لو دوسي فيه فوتوكوبي تاع لا كارت ناسيونال ولا البطاقه تاع الاقامه ولا البنات والاخوان اللي عندهم الجنسيه تيديروا فوتوكوبي ولا الباسبور ولا اي حاجه تتبين الناسيوناليتي تاعهم. ضروري يكون عندك واحد النيفو سي ان ما كانش عندك النيفو سي ان ما تدفعش راك غير هتضيع الوريقات وما عندك حتى شي حاجه يعني ضروري واحد لا ميتريز فرونسيز يعني ضروري سي ان فوتوكوبي دو فوتغ اكت دو مارياج الورقه تاع الزواج الوثيقه تاع الزواج فوتوكوبي فوتوكوبي دو تيتر اللي كان عندك شي ديبلومات يكونوا فاليدي بار اون اونيك ناريك هذاك لو سيت اللي تنفاليديو فيه بالنسبه للناس الاجانب وداك الشيء هي هذيك سميتو جوستيفيكاتيف بالنسبه للبنات اللي خدامين اتيستاسيون دو ترافاي اللي خدامين ليتر دو موتيفاسيون مانوسكري يعني واحد البراهه تكتبها بايدك ماشي بار بي سي يعني هتكتبها وتفسر اليوم علاش بغيتي ديروا هذا الشيء وهذا الشيء وهذا الشيء. البنات اللي عندهم الحظوظ بزاف والاخوه اللي عندهم الحظوظ بزاف هاد العام هما البنات اللي ديجا تخدموا في لي زيباد اللي ديجا دايرين اوكسيير دو في لي اسيستون دو في سيرفيس اجون اوسبيتاليي اللي خدامين في هاد الدومين هي هذيك. المهم سي في خاص يكون واحد سي في فيه هذاك الشيء كله اللي درتي سورتو ها لي 3 ديرني زاري 3 سنوات الاخيره هي هذيك. المهم هديرو سميتو من هاد صيفطو هادشي ضروري توصلوا بواحد لا جوستيفيكاتيف واحد الايميل على اساس انهم توصلوا بهادشي اللي عندك. اهم حاجه السي في يكون مقاد يكون اجور الوريقه تكونوا مقادين سميتو تيطلبوا واحد الورقه تاع سميتو تاع لا كارت فيتال يعني النمره تاعتك تاع لا كارت فيتال تتجبدها من لو سيت تاع امالي تدخل لو سيت امالي وتتجبد تكتب بهذاك الشيء فوالا باش هذه ضروري جوستيفيكاتيف دو فوتغ كوفرتور سوسيال لي رولوفي دو ريزولتا اباريسيون ستاج اللي كان عندك شي حاجه. المهم اللي كنتي مقيد في بول امبلو خاصك تبينها سي بريباراسيون كونكور الناس اللي داروا بريباراسيون تاع الكونكور كما قلت لكم هذا العام هياخذوا بار سيليكسيون ما كاين لا كونكور اكري ولا كونكور اورال هيهزوا الناس اللي ديجا خدامين في السوسيال وخدامين في لي زيباد وداك الشيء. بيان سور كل واحد تيجرب حطو كل واحد يدفع لان طالبين ما بين 30 حتى 40 بلاصه في كل مدينه وكل بلاصه يعني الواحد يدفع ويتوكل على الله ولكن اهم حاجه يكون عندك النيفو سي المهم كما قلت لكم يكون عندك نيفو سي ان
هنا هي واحد الورقه كاينه اخرى خاصها تعمر الناس اللي مقيدين في لا ميسيون لوكال ولا بولومبل ولا لا كاب امبلوا خاصهم يكوشيو. فوالا هنا هي هاد الورقه اخرى هاد الفورمولور حتى هو خاصو يتعمر ويتقاد، خاص كل شيء الوريقات يكونوا مقادين كما قلت لكم. هاد الوراق وهاد الوثائق تيجبدوا من لو سيت تاع فورماسيون تتامبريميو، لان لو اورغانيزم تاع لي فورماسيون تاع اتوانيون سادين مع هاد الازمه سانيتير. يعني كل شيء خاصكم تقدوه بالانترنت وتصيفطوا له دوسي بلا بوست. سميتو يا دي كتعمر هادشي كله. فوالا كما قلت لكم هاد العام راه الدوله اللي هتخلص لا فورماسيون، الفورماسيون هتبدا في سبتمبر وهتقادها في جوان. بالنسبه لا فورماسيون كما قلت لكم فيها لي ستاج وفيها القرايه، يا هذيك من تدخل لا فورماسيون تتكون كونسونطري بيان سور وداك الشيء، يعني تتكون مركز على قبليه لا فورماسيون. كما قلت لكم وشرحت لكم هنحط لكم في الاخر الفيديو تاني واحد الفيديو شارحه فيه اش تدير اتسوانيونت بالنسبه للرجال وبالنسبه للنساء. والخلاص تتبدا بالسميغ، نوضح واحد المساله بالنسبه للاتسوانيون تتبدا بالسميغ وتتخد توصل حتى 1800 وحتى 2000 اورو، حتى 2000 اورو في الاخر كارير. سميتو تطلع ولكن تتبدا بهذيك 1200 1300 اورو. هذه بالنسبه للبنات اللي ما تيديروش الويكاند يعني، ولكن الاغلبيه تنديروا ان ويكاند سور دو، تنخدموا ان ويكاند سور دو تنخدموا ولا ان ويكاند سور تخوا على حساب لو غولمون تاع لي باد وعلى حساب البلاصه اللي هتخدمي فيها. واحد المساله، البنات اللي عندهم الوليدات وباغيين يدفعوا وباغيين يدفعوا لا فورماسيون خاصهم اورغانيزي ويقادوا على حساب دخلت المدرسه باش يكون عندهم ان مويان دو غارد بالنسبه لي زونفون. المهم نتمنى ان هذا الفيديو يكون شرحت فيه مزيان. كما قلت لكم الوثائق يكونوا مقادين، لو دوسي يكون كامل مكمل، حتى شي حاجه ما تكون متلف ليكم ولا شي حاجه. قبل ما تدفعوا لو دوسي قبل ما تصيفطوا تعاودوا تفيريفي وتشوفوا كل شيء. الله يسر على اي واحد، الله يسهل على البنات وعلى الاخوان. دفعوا الناس اللي مهتمين بهذا الدومين تاع السوسيال، مهتمين انهم يخدموا سميتو اتوانيونت، يكونوا عارفين ما عليهم وما عليهم، كاينين ايجابيات وكاينين سلبيات. الفوق هتهزوا راسكم الفوق، هنحط لكم واحد الفيديو تيشرح فيه بزاف الحوايج على اتوانيونت، هتوركوا عليه وهيلوحكم واحد الفيديو في الاخر اللي بغيتوا تستافدوا اكثر. المهم اللي كان عنده شي واحد شي سؤال يدخل عندي الانستغرام كما قلت لكم في دي فرانس اتاشي. الله ييسر والله يعاون. الحاجه اللي هنطلب منكم في هذا الفيديو في الاخير هما تخلوا لي دعوه زوينه، دعوه زوينه في التعاليق، بيت دعوات زينه في هذا اخر تاع رمضان اخر الايام المباركه. دعوا معايا كما انا تندعى معاكم، بغيت لكم الخير، الله يفرحكم والله يسهل لكم. والواحد كل شيء يدفع، كنتي خدامه في الميليو ميديكال ولا ما كنتيش خدامه، هاد العام ما مركزينش على اي حاجه لانهم طالبين الناس، طالبين الناس 30 ولا 40 واحد في المدينه. كي تونطغيان ناغيان. الله يسر عليكم والله يفرحكم ونتلاقاو في فيديو جاي.